فخلصنا شرحنا الأشياء اللي موجودة هني وهذه الإشعارات طبعا مني ما في الحين ومني هذا إنشاء جديد ونفس هذا اللي إنشاء إنفوغرافيك جديد مني ليفل أب اللي هو نفسه أنا نشترك بالموقع من خلال الدفع وطبعا في حط مميزات الأكاونت وسعره وأنه مناسب لكل الدول ممكن يشترونه وشارح اللي المناسبة حق الكلاس روم بس احنا بنشرح الأكاونت المجاني فرح نرجع مني طبعا الهلب إذا أبي هلب أضغط مني فراح أبحث عن مثلا المواضيع اللي تهمني مثل picture فراح تطلع لي الأشياء اللي ممكن تساعدني طبعا كل ما كنت واضحة أكثر بالسؤال فراح تطلع لي أسرع مثل how do I add الباكجراوند اللي هي أصلا راح تكون صورة فهو دور كل شيء له علاقة بالشيء اللي كتبته فإذا ضغطت عليه راح يطلع لي الموضوع كامل والتعليمات ومع مساعد مثلا إذا أبي الصورة تقعد بمكان واحد فممكن نستخدم لوك يعني في أشياء تساعد إذا واجهنا مشكلة ندور عنها من خلال need help ومن هي طبعا هذه لو أنا كان عندي مشاريع راح تظهر هني مشاريع أنا حافظتها بالداشبورد مني اللي نختار إذا كان infographic أو presentation أو المطبوعات فكلها تظهر هني طبعا الحين loading فننتظر شوي وبعد ما اخترنا الانفوغرافيك طبعا طلعت لنا القوالب الجاهزة بعضها هذه القوالب المجانية في أشياء وايد مناسبة مثل هذه ممكن تصلح حق CV هذه تصلح حق مقدمة وهذه تصلح حق مثل شيء فيه صور فيها صور وايد هاي فيها شرح أكثر شيء فنختار الشكل المناسب لنا طبعا هذه اللي ببلاش أو ممكن نختار صفحة فاضية وإحنا نحط الصور وبالشكل اللي إحنا نبي أما هني فهذه اللي تكون بالاشتراك بالدفع وطبعا في أشكال وايد أكثر من اللي ببلاش وفي يعني حق كل المواضيع يعني لو أدور عن موضوع معين راح ألقى مثل السبورت يوغا بولينج فإذا أبي مثلا على موضوع معين راح ألقى مني أشياء وايد تساعد أشياء جاهزة يعني فيها صور وايد جاهزة عن الموضوع اللي أبي ونفس الشيء عن البرزنتيشن هم بعد فيه قوالب جاهزة حق البرزنتيشن وهم بعد المطبوعات فمثلا نطرهم يطلعون هذه هي أشكال البرزنتيشن الجاهزة هاي طبعا مجانية وكاتب لي إنه قياس البرزنتيشن هي 4x3 اللي هو الطول تقريبا 4 والعرض 3 لكل البرزنتيشنات وطبعا نفس الطريقة في اللي تكون فاضية وفي القوالب وهني اللي تكون بفلوس عند بالاشتراك في وايد أشكال وطبعا احنا نقدر نعدل على هذول لان اذا دخلنا عليهم واستعملناهم راح نقدر نعدل ونغير فيهم حتى اذا ما كان عجبنا شيء بالصور والصور مو مناسبة لنا ممكن ندخل عليها ونعدلها ونفس الطريقة المطبوعات راح تكون نفس الشكل يعني في البوستر وفي ريبورت فأنا أختار البوستر أو ريبورت يكون A4 أو حجم الرسالة
أكثر شيء تكون حق تحليل البيانات، يعني يكون فيها أكثر شيء رسومات بيانية. أما البوستر أكثر شيء فيه صور ويعني كلام أكثر من رسوم بيانية. فهذه هي البوسترات، طبعا حجمها هذه وايد كبير راح يكون، ونفس الطريقة في الصور، القوالب اللي فيها صور وفي اللي تكون فاضية، ونفس الطريقة في اللي بفلوس، في وايد أشكال طبعا. وريبورتس نفس الطريقة، الريبورت إذا اخترناهم راح يتغير الأشكال، راح يتغير على حجم الريبورت. فمثلا هذه تكون مناسبة للريبورت، فيها أكثر شيء رسومات بيانية، فيها إحصائيات أو صور بعد، وفي اللي جاهزة وفي اللي تكون خالية، ونفس الطريقة في اللي تكون بفلوس، وايد أشكال. وفي من خلال زر inspire me ندخل عليه، راح يطلع لنا مثل ان inspire me يعني ألهمني، فراح يوريني مشاريع مالت ناس ثانية مستخدمين Piktochart، فإحنا راح يعني ممكن إن الواحد يطالعهم ويعني يتعلم منهم أو يستفيد. فمثلا هذا راح يحط لي إن منو اللي بسوي وأي شركة، وهل طبعا هو ليش ظهر لنا؟ لأنه public، إذا أنا حفظت شغلي أن يكون public فهم نفس الشيء المستخدمين الثانيين راح يقدرون يشوفونه بهالطريقة. وحاط لي كم شخص شافه. بعد ما تحملت الصفحة راح أقدر أضغط present، فلما أضغطها راح يعرض لي العرض التقديمي، فأضغط allow للموقع. وأقدر أخليه مثلاً full screen أو لا، يعني مو full screen بس إنه يكون مناسب لحجم الشاشة. وهذه الصورة الأولى في العرض التقديمي. وفي من هنا أقدر أغير شكل التحويلات بين كل صفحة والثانية، يعني مثلاً مني ما في تحويل معين، يعني لما أبدل بين الصور فالتحويل ما في تحويل معين يعني. فلما اختار الترانزيشن، اختار مثلا زوم مثلا عشان يكون واضح شوي، فراح يصير تغير شكل التحويل بين كل لقطة والثانية، صار على شكل زوم مو حركة يعني. هذا مثال لشغل PowerPoint، وإحنا إن شاء الله نقدر نسوي نفس الشغل بس على شيء يناسبنا، ممكن نسوي بالإنجليزي ممكن نسوي بالعربي لأنه يناسب اللغة العربية. راح نرجع للصفحة الرئيسية الداشبورد، من خلال Piktochart. ولو أنا كنت يعني كان عندي وايد مشاريع، يعني منتجة وايد مشاريع وبسيفتهم، فراح يكون صعب علي إني أبحث على المشروع اللي أبي. فمن هني أقدر مثلاً أبحث عن مشروع معين، أكتب اسمه مثلاً، إذا أنا كنت بسوي كذي يعني أكتب اسمه وعلى طول راح يطلع لي. بس لأن الحين ما عندي وايد مشاريع وما عندي أي مشروع محفوظ، فلما أكتب ما راح يطلع لي شيء. فهذه سهل عملية البحث. أول شيء لما نضغط create now راح خليني أختار هل أنا أبي infographic أو أبي presentation أو أبي مطبوعات. فمثلاً راح نبدأ بالinfographic، نبدأ نجرب نشتغل عليه. فأول شيء نضغط loading، ننطر الصفحة تتحمل عشان يطلع لنا
انفوغراف، وراح نختار واحد من القوالب الجاهزة. نختار مثلا هذا، ولما نحدد القالب راح يطلع لي إما Use أو Preview. Use طبعا أنه أبدي التحرير، وراح تطلع لي صفحة التحرير حق الانفوغرافيك، وأما Preview أنه أستعرضه قبل ما أبدي التحرير، يعني أشوف شكله. فإذا عجبني شكله أضغط Use وراح يفتح لي على طول صفحة التحرير. ننتظر صفحة تشتغل. طبعا الموقع يحتاج وقت على ما يحمل الصور ويحمل الأدوات، فممكن يطول شوي أو يكون بطيء على حسب سرعة الإنترنت وعلى حسب قوة الجهاز الكمبيوتر. أولا يطلع مثل تعليمات بسيطة. أول شيء يحدد لي التولز ويحدد لي الأيقونات الجانبية، و تحت يقول لي ان في تور ان اضغط عليها يعلمني، يطلع لي مثل تعليمات على الاماكن والادوات. فاولا نضغط كلوز عشان انا اشوف الصفحه بنفسي. فهذا الشريط اللي فوق طبعا نفسه اللي كان بالصفحه الرئيسيه، بس تغيرت العناوين اللي فيه. اول شيء يعني عندي مني اللي البروفايل، شفنا البروفايل والأكاونت والليفل اللي هو بالدفع، والأسئلة، الأسئلة المكررة، والساين أوت، والتواصل، ومني الإشعارات. فيني شير. هذا بعد ما أخلص، بعد ما أخلص أول شيء ممكن أسوي بريفيو، أشوف نظرة أخيرة على المشروع كامل، وأقدر بعدين أسوي داونلود أو شير. داونلود على الجهاز، وشير إنه مشروعي يعني أنشره إما بمواقع التواصل أو يعني باليوتيوب أو شيء. فأول شيء نكتب مثلا اسم للمشروع، مثلا أسمي Infographic، أضغط OK، فراح يحفظه لي أول شيء، وراح يختار، راح يقول لي إنه هل أبي المشروع يكون public، يعني أي أحد ممكن يستعرضه مثل المشاريع اللي شفناها مالت المستخدمين، أو اختار share، يعني إنه الشير يكون يعني حق أشخاص معينة، بس طبعا هذا للأكاونت اللي مو اللي مجاني، لازم يكون مشتركين، أو برايفت إنهم نفس الطريقة لازم يكون مشتركين. فالحين راح نقدر إما نختار public or unpublished. unpublished يعني ما يتم نشره، فنختار public عشان نقدر نحفظه. طبعا لازم نتأكد من اسم الانفوغرافيك، وما راح يتغير اسم الموقع اللي هو مال هذه الصفحة، راح يكون هذا على طول، يعني إذا حفظته مرة حتى لو غيرت اسمه ما راح يتغير. فإذا عاجبني الاسم راح أضغط OK وراح يتم نشره، ومن هني أقدر أنسخ اللينك حق فيسبوك أو تويتر أو جوجل بلس أو بنترست أو بيكتوكارت، أو أخذ الكود حق أحطه إذا كان عندي موقع خاص فيني، أخذ الكود راح ينفعني أحطه بالموقع. ومن هني أقدر أفتح presentation mode عشان حق الانفوغراف مالي. هذه هي اللي الصفحة اللي يعرضون فيها كل المشاريع مالت المستخدمين اللي صارت public، فراح يظهر مني الـ presentation مالي مع أقدر أستعرضه نفس الطريقة اللي توه. وأيضا غير share في export. export طبعا كله حق أغلبها حق الأكاونت المدفوع إلا Evernote إذا كان عندي هذا البرنامج. أضغط